كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم اخوتي المغاربة. السبب ديال هاد البنت الاعتقال ديالها حنا ما عرفناش. قال لك هي من المرأة اللي عيطات ليهم، هي عيطات له وعيد خلات بخيط ابيض، عيطات له ولد الحومة عيد خلات بخيط ابيض، وهذاك ولد الحومة ما كاينش اللي ما تعرفوش. وهي يقلبوا التليفون ديالها، ولو كاع تكون مسحات الميساجات يقلبوا التليفون ديالها بلا واش النمره ديالها عنده حتى هي. كل شوفوا عيد تبعوا النمره كاملين ديال الدراري اللي عندي، قلبوا لا تليفونها ويشوفوا شنو كاين. حنا هاد البنت باش تهمتها ليا بهاد التهمه هادي، الله يجعل ربي ياخذ الحق. ولكن البنت ديالك واش عيطات لي؟ بنتي انا عيطت وليت خلاص من بنت جيره، بنتي عيطت لهم لي، عيطنا للدرك الملكي وما جاوش. ناضت البنت عيطات قالت له الله يرحم لك الوالدين فلان، الله ما تطلق البنت، ما عندك ما دير بالمشكل، ما عندك ما دير بحبسهم، الله يسهل عليك ويرحم لك. قال لها دخلي سوق خاصك ماشي شغلك وهي تقطع عليه. هذه هي المكالمه اللي كاينه، ما كاينش شي حاجه من غيرها. انت شنو تقولي تقولي في هذه الحاله ديال الاعتقال ديال البنت ديالك لا من المغاربه لا المسؤولين؟ انا كنطلب من المغاربه ونطلب من المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين، لا ما حقوا في هذا الشيء. راه هذه البنت راهي غاده مظلومه، قسما بالله لا غاده مظلومه، قسما بالله لا غاده مظلومه. هي دارت عي خيط دخلت عي بخيط ابيض ودارت عي خير، حتى هما راه جيراننا وحتى هما راه خواتاتي وبناتي بحال بحال. انا ما بغيتش لهم شي حاجه خايبه، لا بغيت لهم شي حاجه خايبه تسبق مني. هذا هو المشكل، هي عندها مشكل مع بنتي ما فهمش انايا، ما عاد بيناتنا حنا حتى شي حاجه. هاد البنت جرات البنت ديالي ما عرف شنو السبب شنو. وبخصوص هاد القضيه وهاد الشيء كامل اللي تقال، واش كاين شي حاجه تبغي توضحيها؟ ما مازال ما تقالتش. بغي نوضح هادشي كلشي اللي كان، انا نوضح بغيتهم يتبعوا مع هاد الملف ويتبعوا هادشي كامل يشوفوا الحقيقه. راه البنت راه هي اللي منوضه المشاكل الدراري، راه هي اللي منوضه المشاكل الدراري. هي من قبل ما يجي لها الولد مشات هي والدري اللي معاها وختها مشاو تهدوا على موت الولد. جا الولد قالت لي راه ولدي راه جاو ليا تهداو عليا، هي باش مشى ليهم الولد. المهم هي داكم اللي تناقشوا هو وياه، عاوتاني حردت الدري اللي معاه صاحبها راه هو معتقل دابا، مشى ليه بغى يضربوا الوجه ولا ما نعرف. المهم الغد اللي جا ليهم، هذا هو المشكل. هو النهار اللي دخل النهار بغى يدخل لهم الدراري، المهم النهار اللي بغى يدخل عليهم الدري راه داك الخاين اللي جالس معاهم ود العائله وداك الشيء. قالت لي ود العائله الله اعلم، حنا ما عرفناش ود العائله ولا العائله. ناقزت هي انا جات براسها كتقول لي شوف ملي خرج عمي احمد هضر مع الدراري وهضر مع الدراري جري عليه صافي بلا ما تخرج انت، راه عمي احمد في الكافيه وسولوه على هذ الكلمه واش كاينه ولا ما كايناش. هذوك حتى هما بناتنا وما بغيناش نمشي حاجه خايبه، حتى هما راه حشومه تكارفسوا ماشي ما تكارفسوش. واني الله يجعل ربي ياخذ الحق، هي دايره المشاكل مع الدراري باش جاو ليها. انا بنتي راه دخلت على الخيط ابيض، وحنا راه جيران وحنا راه خوت وحنا راه حباب، ما بينا وبينهم حتى شي حاجه. الله يرحم لكم الوالدين اخوتي المغاربه. انا الكلمه اللي بغيت الله يرحم لكم الوالدين اخوتي المغاربه، لا ما حقوا في هذا الفيديو في هذا الملف هذا، وحقوا الله يرحم لكم. انا نبقى فيكم انا ركبتي هذاك انسان ماشي يوصل ويهضر ويقول لا دارت ودارت، يعرفوا الحقيقه ويشوفوا ويطلعوا تبعوا الفيديوهات. هي اللي كتقول لك خرجوا وحده من هنا وحده من هنا، خرجوهم جوج داوهم. راه خصها كتقول في الفيديو انا خرجوني داوني من حده جواد واختي داوا من جهه، داوهم بجوج ما فرقينش كاع مره. اللي كتهضر تقول لهم هي في الفيديو لا حقه، حتى دخلت ولقيت اختي وتفاجات. هما داوهم بجوج بجوج، داوهم قدام الناس، ما يقول لا داوا بوحده ولا بوحده، ولا دخلت وتفاجات لقيت اختي، داوهم بجوج. هما عندهم المشاكل مع الدراري، حنا ما عندنا حتى شي مشكل في هذا الشيء. الله يرحم لكم الوالدين اخوتي المغاربه. لا ما حقه، ركبتيت انا ركبتيت، انتم راه كتشوفوا ركبتي هذيك ومجربي الكبده. انسان ما يوصلش ويقول شي حاجه اللي ما كاينش، خصهم يحقوا ويجوا ويهضروا في الحق. حتى انا راه مغربي وحتى انا راه وطني، حتى انا راه وطني. الله يرحم لكم الوالدين، لا ما حقوا في هذا الشيء، الله يعطيكم الستر ويزادكم بخير. وانا كلمه وحده اللي بغيت منها، بغيت عي تادي اليمين بالله بنتي دارت شي حاجه وتمشي تربى. انا بغيت تادي اليمين بالله، سمعت هذه البنت قالت شي كلمه، هي كنت نهضر معها كنقول لها عي وسمعتيها كتقول لي انا ما سمعتش. المهم هضرت معاه انا ما سمعتش، انا بغيت تادي اليمين. هي عيم اللي عيطات لهم، اللي عيطات له راه دخلت بخيط ابيض قالت له الله يرحم لك الوالدين، لما طلق البنات ماشي قالت شي حاجه خايبه. الله يرحم لكم الوالدين اخوتي المغاربه، لما حقوا في هذا الملف هذا. الله يرحم لكم الوالدين، شكرا والسلام عليكم، الله يجزيك بخير، يجزيكم بخير ويرحم لكم الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله. انا الاب ديال سكينه اللي متهمه مع الدراري ديال الاغتصاب ديال البنات فلا. عندنا العمليه ديال الاغتصاب شنو هي؟ العمليه ديال الاغتصاب هاد الناس هادو جاو بالليل، جاو مع جوج ونص ديال الليل، البنات ناعسين في ديورهم، جاو كيدخل عليهم ربعه ديال الدراري، جوج ولاد الحومه، جوج ما كنعرفوهمش. شنو بيناتهم؟ الله اعلم، لان كاين تما مشاكل بيناتهم من قبل اللي احنا دخلنا فيها وفكينا المشكل وفكينا هذا. ولكن الغريب في الامر اللي واحد النقطه اللي ما عرفيناهاش المغاربه وخصهم يعرفوها باش الحقيقه تبان.
شنو هي النقطه هذه؟ هذه ان هاد البنات هادو كان معاهم واحد السيد اللي حنا من في الوقيته ديال الجريمه اختفى، هو اللي كيقولوا هما ولد عمهم اللي مدوز معاهم تقريبا واحد الخمس شهور ولا ست شهور وعيد معاهم العيد الكبير، وجا واحد السيد، جا سيد من العصابه في ظرف اسبوع ولا 15 يوم قبل الجريمه، جاب جنويه ديالو وجا باغي يدخل عليهم وكيغوت وباغي يدخل ويضرب في الباب، وهذاك السيد ناعس لداخل، ناعس مع بنت عمو لداخل، يكون في عمره واحد 30 عام ولا 32 عام، وهذا السيد هذا اللي جاب جنوي في عمره 20 عام، ماشي شي واحد اللي هو كبير ولا شي واحد اللي هو مجرم ما عنده لا سوابق لا والو، هاد الدري هذا باقي اول سبيقه ديالو هي هذه. هو شنو علاقته بهذوك الناس بهذوك هذا اللي جاب ليهم؟ شنو علاقته، شنو التاريخ ديالو اللي عنده مع هاد العائله مع هاد البنات؟ التاريخ ديالو هو ولد الجيران. عنده شي علاقه؟ هو ولد الجيران، حنا العلاقه بيننا وبينهم ما عرفناش العلاقه اللي بيناتهم. المشاكل اللي بيناتهم. ولكن المشاكل اللي كيقول هو، المشاكل اللي كيقول هاد الدري هذا، قال لك علاش؟ البراني كيجي يدخل وحنا كيقولوا لنا لا ما تدخلوش كده. علاش البراني يدخل للدار وحنا لا؟ هذا واحد من المشاكل. غير في الامر الصباح ملي انا كنمشي للقهوه كنلقى جالس هو السيد اللي يعني ولد عمو، يعني هاد البنات اللي تغتصبوا فيهم البنات اللي كما تنقولوا البنات اللي خارجين الطريق اللي كانوا تيجي البراني ماشي خارجين الطريق، المهم كيجيو عندهم بدا كيتسكروا الدراري كيجيو الدراري كيجيو عندهم للدار. شوفوا الكاميرا كاينه، وهذا السيد اللي هو معاهم في المونتيف اللي هما جوج من غير العصابه اللي هما مسدودين، واحد راه مكيحيتم عندهم من الدار وراه هما مزبوط حتى هو في الضابط القضائيه وقالت لهم هي كيقضي لنا مصالح، بغينا نعرفوا هذه المصالح شنو هي وشكون هو هذا السيد هذا، واش عنده شي قرابه، لان نعرفوا حنا اللي كيجي وكيدخل الدار عادي ويخرج عادي كيكون عنده قرابه مع ذوك الناس، هاد السيد هذا حنا ما عندوش حتى شي قرابه. لا في نظركم شنو السبب اللي خلاهم يتهجموا عليه؟ السبب اللي جاوب هذيك الليله بالضبط، اللي جاوب هذيك الليله جاوب بربعه وجاوب يتهجموا عليه. السبب اللي كاين هي مشكل قبل من ديك الليله. المشكل قبل من ديك الليله هي فاش جاب بوحدو بغيت يتهجم عليهم وخرجت انا وحيدتو، الغد ليه صيفطت هي صاحبها وواحد اخر باش يتكرفصوا عليه. هو هرب ليهم، كل ما هربش راه كانوا يتكرفصوا عليه، دوز ما عرف اسبوع ولا 10 ايام جا العصابه وجا ليهم اللي مشاو دعمهم الصباح، وهذاك السيد اللي كان معاهم راه كيكونوا في نفس الوقت، هاد السيد اللي كيدخل للدار وهاد ولد عمهم اللي كان معاهم مده ديال 5 شهور 6 شهور كاين تما معاهم، وهاد خينا وهاد ميلود كيدخل. الفتيات اللي تعرضوا للاغتصاب تيقولوا ان الجيران بقاو تيتفرجوا فينا وخرجنا حنا حالتنا وعريانين وخلاو لينا، شنو عريانين ما عريانينش؟ لان خرجهم بحوايجهم، خرجهم قدامي بحوايجهم، والنهار اللي خرجت انا اللي خوتي المغاربه انتم كتقولوا ما كاينش الرجال وما كاينش الشهامه وما كاينش هذا، انا خرجت النهار اللي خرجت للسيد بوحدو، الغد اللي صبحوا كيقولوا للجيران بان راه جا بناته، راه ما جاش لينا حنا، راه هاد السيد هذا اللي خرج راه هما جاو البنات وتهزموا على بناته. انا ما بغيتش نخرج، بغيت نعرف هاد الناس لمن جاو، واش لبناتي ولا ليهم هما؟ انت قلت حنا كنتسناو البنات، لان انا خرجت لهم، انا عندي بنات، انا عندي ثلاثه ديال البنات، غنخاف عليهم وكنخليهم بوحدهم تما، وكنمشي انا نخدم بعيد، فهمتي؟ انا كنخدم بعيد، انا بناتي 12 عام ولا كنخليهم، انا بالليل اقسم بالله العظيم الناس اللي كيقول لك تما ما كاينش الامن وما كاينش، انا الباب ديالي شحال من مره كننسى محلول، وكيدوز واحد من الجيران وكيسدو، والغد اللي كيقول لي راك خليتي الباب محلول، راه سديتو مع جوج ديال الليل وثلاثه ديال الليل. يعني هاد البنات هادو علاش حنا ما دخلوا لينا حنا هاد الناس هادو 12 عام؟ ها هما تما كاينين عيالات اللي هما تما هزالات وعندهم بنات، هزالات وعندهم بنات وباقيين صغارات، ما عمر شي واحد دخل عليهم ولا هضر عليهم ولا قرب حتى لبابهم. علاش استاجوا هاد البنات هادو ديك الزنقه؟ عاد ولات هاد المشاكل تما ديك الحومه، ما كانش ما عمر شي مشكل وقع تما في الزنقه، حتى تدخلوا هاد البنات لتما، حتى دخلوا امهم صم كمسكينه ما كتسمعش، هما كيهضروا بالطريقه اللي بغاو بها هما، وعندهم فيديوهات اللي هما كيخسروا فيها الهضره، معروفين عند المغاربه، والمغاربه الحمد لله راه ماشي شي وحدين اللي هما مكلخين، المغاربه راه كيشوفوا الفيديو كيعرفوا اللي كيكذب وكيعرفوا الواقع فين كاين والصح فين كاين. اما هاد البنت ديالي انايا راه دارت عي خير،
حيت الناس دابا تما لا في سواء في هذيك المنطقه ولا في المغرب منين شافوا هذيك الفيديوهات اللي تيخرجوا بهم تيقولوا ان الامن ما بقاش واننا ولينا خايفين على بناتنا وعلى عيالاتنا وعلى هذا. شوف الحمد لله سكان هذيك المنطقه حنا انا على قولت الله وقلت انا اول واحد في ديك الحومه كامله باش نكونوا واضحين انا ومالي الارض انا ومالي الارض والتواريخ كاينه والوراق ديال الديور كاينين والناس فوقاش بقات تبيع فوقاش بدات كتبيع الارض راه كاينين التواريخ ديالها انا اول واحد انا النهار اللي مشيت نبني تما وقلت المقدم عن بني تما قال لي واش تماك حمق انت عارفني في الصحراء ما كاين حتى واحد وبنيت تما الحمد لله وكنت بوحدي ومعايا ثلاثه البنات هذه راه تزادت تماك وما عمرني انا شي واحد تو شبابي ولا جا تعدى لي على بناتي ولا هضر لي مع بناتي ولا وقع لي شي مشكل تما ديك الحومه حتى جاو هاد البنات هادو عاد ولا عندي مشاكل كبيره في ديك الزنقه بالخصوص في الزنقه ولا عندي مشاكل كبيره على ولاد البنات هادو اللي جاو وماشي كلهم بس ما نظلمش الناس يقول لك لا اربعه راه دايرين دار الدعاره لا حسن لا واش كون دار الدعاره ولكن بنت وحده هي اللي دايره المشاكل كامله اللي دات خواتاتها واللي دات بنتي انا واللي دات ولاد الحومه واللي دات ناس بعاد اللي قدمت من العداله شنو الكلمه ديالك اللي بغيت تقولها انا بغيت نقول للمغاربه خوتي المغاربه انسان ملي بغى يحكم على شي حاجه يتابع القانون كاين في البلد الحمد لله القنوات ديال التواصل دابا ولات موجوده الحمد لله يعرف بنادم يخدم على عقله ويشوف هاد البنات الا جيتي تبعتي الفيديوهات ديالهم اللي داروا كاملين راه زاير 21 فيديو الا جيت تقارن الفيديوهات غتلقى تناقض كبير في كلامهم ما بين الفيديو الاول والثاني والثالث والرابع مره كيقول لك ما كنعرفوهمش وهما كيعيطوا بالسميات ديالهم مره كيقول لك اودي حنا هاد الناس هادو جاو 18 جاو 17 جاو 7 كاينين 4 ديال الاشخاص هما اللي كاينين والناس كلهم كيعرفوهم هاد الناس هادو راه معروفين خوتي المغاربه والسلام عليكم ورحمه الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.